أنا علي كلبناني أن أدافع عن أرضي. طالما إسرائيل تحتل أرضي أنا أحتفظ بسلاحي. ماذا تقول له؟ ما معك حق؟ هذه المواقف التي أطلقها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي شكلت مفاجأة لكل من توقع من سيد بكركي أن يشكل امتدادا طبيعيا لنهج البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس الصفير، وجسر عبور إلى مرحلة نهج مسيحي مختلف في التعاطي مع التطورات المحلية والإقليمية. فبدأت كرة ثلج ردود الفعل تكبر وتتغذى من المواقف اليومية للبطريرك حتى أصبحت بحجم لا تتسع له إلا المنابر والشوارع، ومن هنا بدأ تحرك يقوده المجتمع المدني. تدعينا كمجموعة شباب بالمجتمع المدني لوضع نص بيكون ورقة تأسيسية لربيع مسيحيي المشرق، لأن نحن بنعتبر أن هذا الربيع هو ربيع ولد أولا بثورة الأرز، وثورة الأرز هي مهد كانت لكل هالثورات العربية اللي عم نشوفها. لأجل ذلك نحن ما فينا نتماشى مع دعوة بتدعي تحت ستار حماية الأقليات إلى تأييد نظام عم بيقوم بمجازر. الناشطة السياسية الدكتور مي شدياق التي أيدت التحرك اعتبرت أن مواقف البطريرك الأخيرة تشكل صفعة موجعة لكل شهيد وأهله منذ العام 1975 وحتى اليوم. نحن ما عنا شيء ضد غبطة البطريرك، عنا شيء ضد المواقف الأخيرة التي صدرت عنه في فرنسا، ونحن مع مبادئ غبطة البطريرك الراعي من لما كان مطران. يعني نحن كنا نستقوي فيه، شو عدا ما بدأ؟ شو صار بفرنسا؟ أنا اللي قلته يمكن بعض الوجوه اللي كانت حواليه ومعروف انتماء السياسي ما بعرف إذا أثرت عليه. إيه لا، أنا ما بقدر أقبل أنه هيدا النظام يلي بعدني لغاية الساعة أنا مي شدياق بتهمه إلى أن يثبت العكس له يد بمقتل كل شهداء ثورة الأرز. في حقوق إنسان، في ناس عم تضطهد، أنا ضد كل واحد بيستغل التحركات، ولكن في ناس عم بتدافع بلحمة الحي عن حريتها. حرام هيك الحكي، أكيد مش بشار الأسد هو الحرام. أما عن ما قيل عن زيارة مرتقبة للبطريرك إلى سوريا فعلقت: طلعت أي وفد من البطريركية المارونية وطلعت غبطة البطريرك الراعي على سوريا ستفسر على غير منحاها. بقى منتمنى عليه أنه نوقف سلسلة يمكن سوء الفهم، وما بقى نرتكب إشياء ممكن يستغلوها البعض لحتى بدل ما مواقف البطرك تكون توحد عم تطلع النتيجة انه مواقف البطرك عم بتفرق بين اللبنانيين.